أموت أنا في اللي يحب المباريات العادلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من لعبة سكيرو ننجلد فيها. طبعا دائما السلاسل عليها دعم راح نستمر فيها، فالموضوع عندكم، لا تنسى اللايك والاشتراك إذا ما كنت مشترك، وخلونا نشوف البوس اللي بعده. أطراف هنا، يا سلام، وصلنا هنا يا إخوان عند البوابة هذه بعد الساحة الجميلة اللي تمردغنا فيها. والله ما أذكر كم محاولة بس كان سهل، لكن تعرف البوس اللي سهل لكن تندلد منه 20 مرة، هذا كان وضعي صراحة مع البوس الأخير. نقول بسم الله، يلا على بابك يا كريم. هذه قلعة هشينا، السلام عليكم. أوه هذا اللي قبل. طيب ساعة فرفر يعني. واضح إن أول ما تشغل لعبة كذا تحس نفسك بارد، يداتك باردة، عرفت؟ هذا وضعي الحين. الله يستر. ما في حد على اليمين؟ ما في حد على اليمين. في اثنين على اليسار، والموس يشوفوني. لا والله في واحد على اليمين. أوه ذيب. طيب. ذيب يمدينا أنا. أقول لكم يدي باردة يا إخوان. بغيت أقول الذيب هل يمدينا نعطيه الجنب تاك؟ ما في أحد يا بالحلال. ما شاء الله تبارك الله. شوف أول مرة لازم تدخل عند البوس مجلود. أوه مش شايفيني. أوه كان يقول والله أعطيه. ما تطيح. كان المفروض أفتك من النكبة هذا. خب بيته قص شق راسي، والله ما توقعت يضرب الضربة هذا. هذا نسخن عنده، نسخن عنده أكبر. ما توقعت الضربة اللي كذا يعطيني إياها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا 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 لا، أنا آسف، أنا آسف، العملاق هذا افتكيت منه أنا آخر مرة. أوكي جالس يكسر في الأرض مسكين. إيش عندك أنت؟ ثاني مرة سواها فيني والله. حرام هي الورا هذا، لا والله حرام. سلام عليكم. هذا اللي بيشق راسي صح والله. خلص العشب عنده ولا ايش تسوي بالضبط هنا؟ شكله دفن واحد يا اخوان وجالس يطبل على قبره. الله يستر لا يكون النكست. ما ودك تقفي؟ ايوه يا سلام على هافك. قفي يا بالحلال، قفي يا ابي. او ماي جاد في واحد ثاني. الحمد لله اني هيلت. اطبع راس هذا. طيب الله ينكب ابو جدك. او ماي جاد بهيل بس لو تسمع. يمدينا نصد هذا؟ ايه الحمد لله. لا تصد ولا تفلسف. مشكلة والله خلصنا الهيل وحنا نقول بسم الله. والله لا قص خافك هذا. أول مرة أواجه هذا من غير. أو ماي جاد. حاشا. والله ما يبين عليك. أوكي تزيد المهارات. تنصت. هذا معلومات حلوة. هل نخطط حقا لاستعمال ذلك الشيء في المعركة؟ وش هو؟ وافق معك، ولكن هل لدينا اي خيار اخر؟ ايش معهم نووي هذا ولا ايش؟ قاية تبرر الوسيلة، فنحن لسنا في موضع يسمح لنا بالاكتراث حيال ما قد يقوله الاخرين عنا. طيب وش عندكم؟ تمالك نفسك ايها الجندي، ان استمريت بتفوه كلام كهذا مدري ايش. رجعت اقرا الكلام، وش اللي الغاية تبرر الوسيلة؟ وش معهم هذا؟ عندما يجن جنونه لا يفرق بين الصديق والعدو. الله يستر. واضح ان وصلنا بوابة البوس يا اخوان. طيب السلام عليكم. انا ليش دائما اخليك؟ شوف صقعة الراس هذا. اوه هذا مع ال... اوكي هذا واحد ثاني. على بالي بيعطيني الصقعة هذه. الله يستر. قلعة اشينا قوي. في اثنين هناك. طيب هل يمدينا نرقى فوق؟ عطنا
يمدينا سبايدر مان حباله ما توصل. وش العلة ذا؟ هذا هو البوس الثور الهائج. الثور الهائج الثور هذا اللي راح يستخدمونه، هذا اللي ما يفرق بين العدو والصديق. دقيقة يا اخوان خلنا اوكي بعد ابي اشوف حركاته تحركاته. طيب هذا ما ينفع ثبت معه الكاميرا، والله ما ينفع. ثور كيف تصد هجماته؟ هذا ما في الا الدج. يوه رجعني من هنا، ما في احد ما في احد ما فيش احد. كم فاير يا اخ، كم فاير تكفى. في كم فاير طوفته كذا. الوضع هجول يا اخوان. اوه سكر البوابة. دخول الحمام مش مثل خروجه. اوكي قتل الثاني. هذا فارم يا شباب، حصلت لكم فارم. من وين طلعت؟ انت ما مت؟ شله بالله شله شله سفري. الله يخرب بيت، انا ناقصك. ما ينفع ما ينفع الدرع كذا، لازم تخلصهم. المشكلة ان هذا بعيد مرة، هذا لازم تهجول وراه كذا. هاتوا له شو اسمه ذا اللبس الاحمر، قطعة حمراء كذا توجهه. لا 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 والله اني حسيت انها ضربة مخادعة. يهز الارض خرب بيته مع كل خطوة. بس لسه في كلب يلاحقني. تكفى ادفن الذيب هذا، ادفنه كفو. احلى شيء انه يقتل ربعه، هذا احلى شيء في الثور والله. انا احسن من حلو السلايد والله حلو حلو يا راموس يا اخي. انحشرنا انحشرنا، انا حشرت نفسي بنفسي. هجول هنا، هجول بعيد، هجول بعيد، هجول بعيد. ما ادري يا اخي طريقة القتال مع ثور شيء غريب والله غريب. يا صبر الارض، هذا بس مسألة صبر. هذا البوس يا اخوان اقسم بالله انه مسألة صبر. يخبزك في زاوية كويس انه ما عنده ما ينطنط فوقك. توقعت انه بيحطك تحته كذا ويجلس يدعس فيك زي الواقع يعني. تعال يا بابا عزيزي الثور، حياك الله وبياك. اجلد لي الاثنين. ما جلدهم كفو، اعطاهم سلايد. اموت انا في اللي يحب المباريات العادله. هدي هدي اوت اوي هدي وين كذا في الزاوية. اوكي اعطاني فرصة اجلده يا اخي. طلعني طلعني من الحشرة هذا. قلب قلب تكفى. ايوه سمعني صياحك. اوه وربي يذكرني بالثعبان. بس انتهى فيز واحد والله. يا سلام يا سلام، اول مره ادخل سكيرو واهزم البوس، يعني ارتفع ضغطي شيء بسيط صراحه ما اقدر اقول.
هذا شكله تسخين بس كذا قبل البوس. الله يستر. مهارة كامنة تزيد من كفاءة أغراض التعافي. الطريقة الوحيدة لتعلم مساريب كهذا هي بالتعرض لجروح بريقة مرة بعد أخرى من أعداء جديرين مثل هذا. يعني هذا كان عدو جدير يعني. دقيقة في حشرة هنا. من وين طلعت أنت؟ ترفسني يا وص. يوو. اوه جايين. طيب انا بجيكم. ليه هاجمين؟ هذا ما يضرب قوية. اوكي جميل جدا. كم جمعنا؟ والله ولا شيء. لازم اني اشتري الظاهر هذه المحفظة حق الفلوس. كيس الذهب ما ادري كيس الدراهم. اهلا وسهلا يا زين. الكام فاير يوم تشوفه. الحمد لله الحمد لله على الثور اللي قتلته. ما عنده سالفة والله. شجرة مهارات مدري حسيتها معقدة يا رب. والله ما دريت مش سالفة معقدة بس ما دريت وش اشتري. هنا تخفي ما تخفي ما ادري. هل تنصحوني بشيء؟ صراحه ما ادري وش اطور. واحس ان التطوير لازم يكون شيء استهلاك. هل عندي شيء؟ اوكي جمعت الاربع سبحه. عززت السمات الجسديه ازداد الحد الاقصى الحيويه والثبات. جميل نشوف. ما ودي اشوف هذا البوس الجاي. يكلمكم على الحلقه الجايه المعركه الجايه. كلنا أشينا لا يمكن قهرنا. أدخل بجل أشكالكم هنا. لأجل وان تحطوا له حبة لايك كذا تحت المقطع. ونراكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. أتمنى هذه الحلقة الخفيفة اللطيفة نالت إعجابكم. بس أنا ودي كل حلقة يكون فيه بوس واحد. ونراكم إن شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.